والنهارده حدايا رز معمر، عندي رز معمر بس غريب الشكل شويه، وما غريبه الا الشيطان. دايما حضراتكم بنغير في اكلنا، ما هو كله احنا كل داخل كل خارج كل اقول له انا اقول اوجع البنين. ده لبن عندي على النار عايزه يغلي. رز معمر اللي بعمله النهارده بطريقه وبفكر جديد وبشكل جديد عشان يعجب حضراتكم. صلى على الحبيب بقى، انت ما تيجيش على مكاني يا اخي، لا اله الا الله. انا اتكلمت في حاجه يا اخي، يا عم مش استنى اديني فرصتي اتكلم يا اخي. حول الله يا رب العالمين. هذا رز معمر بالسكر، رز لبن كريمه قشطه سمنه بلدي سكر فواكه مجففه زبيب ومكسرات. ده كمين يعني، ده عايز رجاله تكون جامده قوي تخش على الطريقه دي. رز معمر دايما بنعمل ايه؟ بنحط ده بعدها وهوب نحط الرز ني ونسقيه باللبن السخن وندخله الفرن، بعد كده نطلع تلاقي واخد لون دهبي جميل، وللاسف تضرب الكوبايه المعلقه تلاقي نص الرز من تحت يا من الجنب يا من الربع يا من هنا ني، يا حته عاليه او حته واطيه. فقعدت افكر بيني وبين نفسي، طب اعمل في ايه؟ احنا اللي بيهمنا الجراتان بتاعه واللون الشكل الجميل، وفي نفس الوقت اعمله بطعم حلو يليق بحضراتكم. قوم بقى اعمل ايه يا سيدي؟ اروح جايب مثلا حبه الرز دول كده اللي هو الرز المسكر، قرصه ملح صغيره اهي. هيقول لي بتحط الملح ليه؟ انت جيب لي واحد بحقن، ادي الناس حقن هنا، عاملهم كشف طبي وغلي مطرح ما غلي اهو، يحلوا بسكر برضه كده. ادي الرز حطيناه كده اهو في اللبن، وكده لازم اقلب لان لو شاط مني هيضحك الناس عليا، وانتوا عارفين المخرج بتلكك نفسه يفرح فيا، مش عارف ايه اللي بينه وبينه. قال ايه؟ بحطه جاز عشان يطول وينعم، اتاري عشان في حاجات بتمشي، ملناش دعوه بقى بحد يا عم الحاج عشان ما تزعلش حد مننا. اللهم صل على النبي. بص يا عم الحاج احضرني بقى كده، الرز بتاعي بدا يشرب اللبن بتاعه، يبقى ادي ايه؟ اليميش، المكسرات بتاعتي اهي، ونقلب. نغرف كده اهو، وادي شويه لبن اهو. النهارده يوم جميل وزي الفل واكل زي العسل، انا مش عايز اخبط ده على البتاع عشان كده ممكن يكسرها، خلينا في دي احسن اهو. واوعى الحله تشيط منك يا عم محمد. مش عارف انت عامل نقرك من نقر الحلل ليه، مش عارف، بفكريني عشان الحله بتاعتك في العربيه. والله اخي. انا عارف يا اخويا، اسالها كده بقى. بعمل ايه يا سيدي؟ اسويها بس كده اهو عشان يسويها ربنا اهو. وادي الكريمه الفريش بتاعتي